أشرف السيد نحيل العرج الأمين العام للولاية ممثلا للسيد والي ولاية أدرار مرفوقا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد مدير جامعة أدرار على اختتام فعاليات الملتقى الوطني للخريطة اللسانية الأمازيغية في الجزائر بحضور الدكاترة والأساتذة المشاركين فيه. الآن في الشيخ نتمازيغ ذي تزاير، والآن بدون إطالة أيضا أدعو والي ولاية أدرار لإلقاء كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة السيد العربي بهلول، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الكريم. كما أشكر سيدات والسادة الأكارم حضوركم إلى ولايتنا لهذه الرحلة للغوص في كل الجوانب المتعلقة بتقنية الخريطة اللسانية الأمازيغية في الجزائر، وأعلن عن الافتتاح الرسمي لملتقى الخريطة اللسانية الأمازيغية في الجزائر بولاية أدرار. تحية الجزائر، تحية الجزائر، تحية الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية أدرار على هذه الكلمة الشاملة وكذلك الكلمة الطيبة المتبصرة من حضرته. طبعا الآن سنستمع إلى الكلمة التي سيلقيها السيد سيد هاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية الأمازيغية، فليتفضل مشكور. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ليوم الدين. الزول الزول سقول الزول يا أدرار تنميه تمقرات هي اليون ديران يسينو في جانوس كامو وني جنتي مزرع. إن شموخ هذه الأرض، إن شموخ هذه الأرض الزكية يعكسه ذلك التنوع اللغوي والثقافي الذي يميزنا كجزائريين، ويلقي على كاهلنا مسؤولية جماعية من أجل صونه والحفاظ عليه كونه منبعا مؤسسا لمهد الحضارة الإنسانية. شكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تنمير أرثم لينيث إن شاء الله ذيك سارة قلنا يعدين أكتسب حيثاقين أزكاد وسلزك إن شاء الله. يا أيها الجمع المبارك مرحبا، يا أيها الجمع المبارك مرحبا، حللتم أهلا وسهلا بالديار تكرما. أكرم أكرم بمن طاب مسلكهم فكرة، فهم نخبة العهد الجديد تعلما.